بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدنج جلوسري. الجلوسري يا جماعة ديت عبارة عن قاموس في كلمة بتعريف الفكرة، زي مثلا يا جماعة بنلاقي في الكتب اللي بيبقى فيها كلام ميكسد، كلام عربي وأجنبي، بيحاولوا يضموا تعريفات للأمور اللي اتضمنتها البرمجية أو الكتاب ده. مش شرط المسألة تبقى عربي أو أجنبي، دايما بتبقى الحاجات الجميلة أو الحاجات القوية بتحاول تلخص لك جملة التعريفات اللي اتقالت هنا. الأمر بمثابة مرجع لأي شخص يجي يحاول يدور عن إيه التعريف ديت. ديت فكرة الجلوسري يا شباب. قبل المشوار ده كله لازم طبعا في الفيتشرز نكون منشطين الجلوسري عشان نبتدي نضغط على الجلوسري ونبتدي نعمل ايه. جاست كليك في النص هنا يا جماعه، هنا بتبتدي تحط قائمه الجلوسري زي بالظبط ما كنت. هنا بتبتدي تحط قائمه الريسورسز، هنا بتبتدي تحط قائمه الجلوسري بتوعك. تمام، بتبتدي تضغط جاست على اد ديت وتبتدي تكتب الترم، المصطلح والديفينيشن بتاعه، التعريف اللي انت عايز تحطه للقصه ديت. يعني مثلا عندنا، انا ممكن طبعا انا عملت اديتنج، دبل كليك بعمل اديت، او لو انا عملت سيلكشن عليه وعملت اديت ممكن اعمل ديليت. لو جاست اديت كتبت مثلا سمر، ده من اسامي الاعلام المؤنثه، والسمر يعني الحديث ليلا. لو انا قلت مثلا زينب، اديت زينب شجره حسنة المنظر طيبة الرائحة في نواحي المكسيك على ما أظن ريهام. الاسم ديت اسم عربي وليس عجمي، وجمع الرهمة وهو المطر الخفيف الدائم. هذا اسم عالم مؤنث أحمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، اسم من أسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلق على الشخص اللي يتحلى بجميل الصفات، علشان كده بيحمده الناس أحمد. أحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ديت الفكرة بتاعت الجلوسري يا جماعة. طب أنا كان في الكنترول بتاعي، أنا في الريسورسز، في المين، في الفيتشرز، كنت حاطط الاتنين دول جنب بعض. جاست لو أنا عملت أوكي وعملت بريفيو للإنتر بروجكت بتاعي وضغطت على الجلوسري، جاست كليك على أحمد. طبعا المشكلة بتاعت ال هتبان، هقول للناس حلها كمان شوية كده. انا جاست كليك هلاقي ان الكلام بيتغير، طبعا الكلام لانه مش موجود في اللغة العربية حديثنا ان شاء الله. بإذن الله هنحاول نظبط الكلام ده بس في السيشنز اللي جاية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.